أهلا بكم إلى الشارع العربي. نحن مع السيد باتريك سيل الكاتب والصحفي البريطاني. طبعا حاولت جمع مجموعة من الأسئلة التي وردتنا من المتابعين على الفيسبوك وتويتر. سيد سيل، أود أن أطرحها عليك. هناك نور ساحي من سوريا تقول: كيف تنظر إلى الوضع في الشرق الأوسط في ظل الربيع العربي؟ هذا موضوع كبير. الربيع العربي كان شيء رائع نتكلم عنه، لكن الشيء الرائع فيه أنه تخلص من الدكتاتوريين، من القادة الدكتاتوريين الذين حكموهم على مدى عقود، كعبد الله صالح والقذافي اللي حكم من عام 69، وهي فترة طويلة إنها تجلب هواء نقي. فالشباب العربي والجيل الجديد وصل إلى مرحلة لا يتقبل ما تقبله الأجيال من قبله والديه. هذا مسألة، ولكن هناك أشياء عواقب وخيمة، فالسقوط فتونس ومصر عانت الكثير. ننظر إلى الإسقاط القذافي، فقد ولد حالة من الفوضى في مالي. المسألة الفلسطينية تم إهمالها ونحيت جانبا، وما زالت إسرائيل تحتل تسيطر على الكثير من الأراضي. لكن هل تعتقد سيد سيل بأنه بلدان عربية معافية تعيش بنوع من الديمقراطية بدون هذه الأنظمة القديمة الاستبدادية التي تحدثت عنها، هل ستكون أقوى تجاه استرداد الحق الفلسطيني؟ ألن تكون أقوى باسترداد فلسطين؟ للأسف الحل الرئيسي في المسألة الفلسطينية في الولايات المتحدة. فالولايات المتحدة فشلت فشلا كبيرا، فشلت في حل المسألة الفلسطينية دون تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. لا يمكن إحلال السلام في المنطقة بأسرها، فلقد حاول أوباما ولكنه فشل أمام نتنياهو. بيل كلينتون حاول من قبله لكنه فشل أمام بيغن. جورج بوش الأب حاول، كلهم حاولوا لكنهم فشلوا، سرعان ما فشلوا، لأن هنالك تأثير كبير لليهود في الولايات المتحدة. والآن العرب لم يبذلوا الوقت أو في ترويج بين الرأي العام الأمريكي. أمل خطاب أيضا من سوريا تسألك: هل التدخل العسكري ممكن في سوريا؟ شخصيا لا أعتقد ذلك. هنالك لا توجد شهية للغرب في التدخل، إما بريطانيا أو فرنسا أو حتى الولايات المتحدة. فالبلد الوحيد الذي قد يكون له دافع هو تركيا. وإذا على سبيل المثال هنالك، فإذا وصل العدد إلى 100,000 قد تتدخل. إنها لا تريد التدخل لوحدها. قد الناتو لن يتدخل. تركيا قد تحاول خلق منطقة عازلة، خصوصا إذا ما دفعت سوريا بالأكراد ضد أنقرة، ضد تركيا. ومن ثم فبطبيعة الحال فإن أردوغان قد يشعر أنه عليه أن يتخذ إجراءات. ولكن أعتقد أن تركيا التي قد تكون لها شهية في التدخل، لكنها لا توجد لها الرغبة الحالية، إنها تريد لإجراء ذلك تريد مساعدة من الغرب. طب هل تتوقع أن يصير في حرب شاملة في المنطقة، إقليمية دولية؟ إذا الضغط الأمريكي إذا أصبح أكثر حدة على إيران، الضغط الأمريكي، فالعقوبات تعيق تصدير النفط الإيراني، وإنها أيضا قد تؤدي إلى الانهيار تصدير النفط. إذا أصبح الضغط يتواصل الضغط على إيران، فإن من يكون على خط المواجهة إذا ما أصبحت هنالك حرب بين أمريكا وإيران وإسرائيل، فإنه ليس مصلحة دول الخليج أن تنحاز إلى جانب معين، فعليها أن تكون على الحياد. طيب غلاهم حدي من السعودية تسألك:
ما هو تقييمك للوضع الحالي في سوريا بعدما ثارت دمشق وحلب؟ وتقول أنه أنت في إحدى المقابلات قلت أنه دمشق وحلب لم تثورا، فهذه ليست ثورة. اليوم قامت دمشق وحلب، فهل هناك تقييم جديد بالنسبة لك؟ أخشى أنني أرى أن هذا الصراع ذو أمد طويل، فالنظام لن ينهار، إنه سيقاتل حتى النهاية. فالإخوان المسلمين هم عنصر قوي في المعارضة ويريدون الانتقام لما حدث خلال سنوات الثلاثين الماضية في مدينة حماة، لذا فإنه موضع أن تقتل أو تقتل. هل تعتقد أنهم الأقوى اليوم بين المعارضة السورية؟ الأخوان المسلمين، بس يقال أن قاعدتهم الشعبية بسوريا ليست قوية، يعني لا يمكن أن يأتوا كنظام بديل. إنهم العنصر الأقوى في المعارضة، فهم الممولين الأفضل تمويلا والأفضل تنظيما، وهم الذين يتم مساعدتهم من قبل الجهاديين الذين يأتون من العراق وبلدان أخرى وأناس كثيرون. لذا فإنه واحد من الأسباب تجعل الغرب مترددا في مساعدتهم، فأمريكا لا تريد أن تقاتل جنبا إلى جنب في جانب تقف فيه القاعدة. على الناس أن يفهموا أن الثوار يفهمون أنه لا يمكنهم دحر الحكومة السورية بأنفسهم. فقد يصبح الوضع كما هي الجزائر في التسعينات، حيث استمرت الحرب 10 سنوات، حيث أزهقت أرواح 200,000 وبقي النظام على حاله، وهذا حل ممكن وهذا احتمال قائم لسوريا. إنما ما يتطلب الوضع برأيي هو أن تتنحى القوى الخارجية وأن تعمل القوى الإقليمية كالسعودية العربية ومصر وتركيا وإيران، عليها أن تفرض وقف إطلاق النار على الجهتين والشرع وشروع المفاوضات. لا يمكن لأي نظام أن يستمر إلى الأبد، هذا أمر غير وارد. دائما هنالك يجب أن تكون أنظمة جديدة وأن تكون هنالك مرحلة انتقالية. هل تعتقد بأن اليوم هذا النظام مستعد لمثل هذه التسوية؟ هل هو مستعد لتسوية تنتهي برحيله؟ أعتقد إن النظام مستعد للتفاوض، ولكن لا أن يتفاوضوا مع الإخوان المسلمين، فهم أعداؤهم، والإخوان المسلمين أيضا لا يريدون التفاوض معهم. إنه موقف أن يقتلوا أو يقتلوا. هنالك أغلبية صامتة في هذا الموقف، فسوريا لا يمكن اختزالها في الإخوان المسلمين. هنالك أقليات أخرى تسعى إلى الحماية، لا سيما الأكراد والعلويين والدروز. هنالك أيضا طبقة من رجال أعمال من السنة الذين هم حلفاء النظام. هنالك طبقة من المحترفين من المهندسين والأطباء الذين يجب سحبهم إلى هذا إلى السلام. بدي أسألك أكثر، إنه هل هذه الفئات التي تحدثت عنها اللي هي الغالبية الصامتة، الدكاترة والمحامين والمتعلمين وكل ما وضعتهم بين الإخوان المسلمين ونظام الأسد اليوم، أين هي هذه الغالبية؟ هل غيرت موقفها بسبب العنف الذي يمارسه النظام؟ هل يأخذها أصلا النظام بعين الاعتبار؟ لا شك في أن النظام مذنب بما ارتكبه، ونحن نعلم ذلك جيدا. ولكن النظام، استراتيجي النظام، هي سحق أي جيب للمعارضة، حتى وإن كان الثوار أو المعارضين يلجؤون في المناطق السكنية، ومن ثم لأنهم سيستخدمون معهم الأسلحة الثقيلة. إن استراتيجية الثوار هي استفزاز لسحبهم إلى مجازر، وذلك لجلب الانتباه الخارجي، والمساعدة الخارجية لن تأتي، وهذا هو خطأ المعارضة. لذا أنا دائما تلهمني لغة وزير الخارجية النرويجي الذي يقول إن هي الحوار هي لغة النجاح. إن القتال سوف يدمر البلد،
سيجلب الدمار وسوف يقتل خيرة أبناء البلد. على الجميع أن يجلس إلى طاولة المفاوضة، إذ لا سبيل هنالك في الاستمرار بالحرب. على دول الخليج أن تبدأ حوار استراتيجي مع إيران لإنقاذ إيران من هذه الضغوطات الكبيرة التي تتعرض لها من إيران والولايات المتحدة. طب خلود الحموي سيد سيل من سوريا تسألك، أي سياسة كان يمكن أن يتبعها الرئيس الراحل حافظ الأسد لمعالجة الأمور في سوريا فيما لو بقي في هذه اللحظة؟ نعلم جيدا ما فعله في حما، لكن لا تنسين أن حما كانت نتيجة لحملة إرهابية شنها الأخوان المسلمين ضد النظام، بدأت في منتصف السبعينات حيث يريد الكثير قتل حافظ الأسد، حيث تم قتل 20 من القاتلين العلويين. ومن ثم بدأوا بشن حملة على حما من قبل النظام لإطاحة بالإخوان المسلمين. ولكن سيتيل، هناك من يقول بأن بشار الأسد خسر الحاضنة السنية في سوريا. حافظ الأسد حارب الإخوان المسلمين ولكن كان دائما يكفل الحاضنة السنية إلى جانبه، كان مدعوم منها خاصة البرجوازية. هذه هي القضية القائمة لحد الآن، إذ أن حافظ الأسد سحق الثوار في حما بخسارة كبيرة من الأرواح، وهي أصبحت نقطة سوداء في النظام بسبب لأن معظم الخسائر وضعت عندما بدأت الدولة تتولى زمام الأمور في السيطرة على ما حدث في حما. في عام 1980 كانت هنالك محاولة لقتل الرئيس، وفي اليوم التالي خرجت الحشود العسكري إلى تدمر وقتلت المئات، وأصبحت عقوبة المنتمي للإخوان المسلمين هي الموت. أخذ منك سؤال جواب جدا مختصر، ما عانيته بفقدان الحاضنة السنية البرجوازية هو الفساد الذي استشرى بالفئة والدائرة الضيقة ببشار الأسد التي أزعجت حتى البرجوازيين السنة الذين كان يمكن أن يدعموه. هل تعتقد بصحة هذا؟ نعم ولا. خلال السنوات الماضية بشار الأسد حاول أن يستخدم ما يسمى بنظام اقتصادي ليبرالي لتطوير سوريا. على سبيل المثال، فقد جلب الشركات الأمين الخاصة والبنوك الخاصة، وجلب أيضا أسهم العملات والأسهم، وحاول أن يزيد الاستثمار في البلد، وحاول أن يرقي السياحة ويطور من مدينة دمشق، ولكن كل هذا خلق طبقة من المستفيدين الفاسدين، النخبة. أما الطبقة العامة من الناس فقد أصبحت أكثر فقرا، وأصبحوا لذا فإن هذه التجربة فشلت، وهذا سبب ثاني للانتفاضة. اسمح لي توقف مع فاصل أخير، خلصوا تقريبا الأسئلة تبع الفيسبوك، بس أنا أسئلتي ما خلصوا وحوارنا ما خلص، بعد الفاصل لو سمحتوا. اللاذقية سيد سيل كانت هيك، كان فيها كورنيش رائع، كان فيها هذه المقاهي الجميلة، هذه البيوت الجميلة. أنت بتعرف اللاذقية اليوم شو صار فيها؟